يا سهل ازيك؟ الحمد لله. لسه قلقانه؟ قولي لهم. لا مش قلقانه. ايوه ما بنخافش ولا نقلق ابدا ابدا. الشباب ده المستقبل والامل والحلم، كل الشباب كده. ربنا يديكم الصحة ويوفقكم، بكرة قدامكم مش النهاردة، بكرة قدامكم. بس أنا عايز يعني دي النصيحة بتاعت امبارح، فأنا لازم أخد لازم أخد المقابل بتاعها مش كده؟ لتحيا مصر يعني. تحيا مصر. تحيا مصر بيك. أنا سعيد جدا جدا بكلامك وبكلامكم وبالمعنى اللي انتوا قدمتوه لينا كلنا، للناس، ان احنا مختلفين والاختلاف ده قيمة كبيرة مش عيب ابدا. كلنا في كلامنا، في لغتنا، في شكلنا، في ثقافتنا، في عاداتنا، في تقاليدنا، حتى في ديانتنا، مفيش مشكلة. سعيد بيكم وسعيد باللي قدمتوه، وبشكرك يا سالي تاني. شكرا جزيلا.